شو صار بين قمر طائي ولانا ولين محمد؟ شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع الجميلة لانا محمد اللي تفاعلت مؤخرا ببوست جديد على صفحتها بالإنستغرام، كشفت من خلاله عن إطلالتها. علقت عليه الجميلة لانا محمد باللغة الإنجليزية بما معناه الحياة ليست مثالية ولكن ملابسي يمكن أن تكون. ولاحظ الجمهور أنه قمر طائي ما عادت عم تتفاعل مع منشورات لانا محمد في الفترة الأخيرة، وهذا الشيء اللي خلى الجمهور يتوقع أنه ممكن يكون الخلاف رجع بينهم، لكن لانا ولين اكدوا العكس، حيث قمر طائي امبارح قامت بالتفاعل ببوست جديد على صفحتها بالانستغرام لاطلالتها، حيث اعتمدت فستان باللون الزهري، وكانت لانا ولين محمد من اوائل المشاهير اللي حطوا لايك لقمر طائي، مؤكدين من خلال هذا اللايك انه ما في اي خلافات بينهم.